غير إنسانية. إنه يتم التعامل مع الأسود على إنها سلعة، ويقوم الصياد باختيار الأسد الذي يروق له ثم يطعمه لبضعة أيام حتى يعتاده، وبعد ذلك يصطاده في البرية. إن القبائل القريبة من الحياة البرية في أفريقيا اعتمدت في السنوات الماضية على قتل هذه الحيوانات، أولاً لأغراض تجارية، وثانياً للدفاع عن النفس، وثالثاً لأغراض الطعام والاستمرار في الحياة. إلى أن العديد من المنظمات والمراكز المعنية بحماية تواصلت مع هذه القبائل لزيادة الوعي بخطورة قتل الحيوانات والصيد الجائر. وقال هناك جيل من قبائل السيناريو والموران يسمى بالمحاربين، ثم الاتفاق معهم على حماية الحياة البرية وعدم قتل الحيوانات لمدة 13 عام، ومع ذلك لا يتوقف الصيد.